أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصها للحديث عن سطو ميليشيا الحوثي على ممتلكات وثروات رجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها. قال مصدر حكومي إن ميليشيا الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على 30 من رجال الأعمال البارزين في صنعاء. المصادر أضافت أن رجال الأعمال أبلغوا الحكومة تلقيهم تهديدا مباشرا بالقتل في حال أوقفوا عملية الدعم المالي لخزينة الميليشيا تحت مسمى المجهود الحربي. إلى ذلك أقدمت الميليشيا على رصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المقيمين في صنعاء وكافة العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الجاري. وأشار التقارير إلى أن نحو 60% من المستثمرين ورجال الأعمال غادروا البلاد بسبب ممارسات الميليشيا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: انتهاكات الميليشيا بحق رجال الأعمال في البلاد، وما أثر مغادرة رؤوس الأموال خارج البلاد على الوضع الاقتصادي. نتابع التقرير ثم نعود لبدء النقاش. بعد أن فقدت ميليشيا الحوثي العديد من مصادرها المالية خلال السنوات الماضية، لجأت مؤخراً إلى استهداف ممتلكات وثروات رجال الأعمال في مناطق سيطرتها. مصادر مصرفية عديدة أكدت قيام الحوثيين بفرض الإقامة الجبرية على نحو 30 من رجال الأعمال اليمنيين ومنعتهم من مغادرة صنعاء. المصادر أضافت بأن الميليشيا وجهت تهديداً مباشراً لهم بالقتل إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في الميليشيا تحت ما تدعيه بالمجهود الحربي. وتشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الوضع الاقتصادي في المدينة متدهور جداً، خاصة بعد فرار العشرات من رجال الأعمال إلى عدد من المدن المحررة، الأمر الذي دفع الميليشيا إلى فرض سيطرة كاملة على ما تبقى من مديري البنوك ورجال الأعمال ومنعتهم من السفر إلى خارج المدينة. وتسببت ممارسات الميليشيا القائمة على نهب ممتلكات الشركات وودائعها إلى إفلاس العديد منها، حيث تقوم بالسطو الممنهج على مدخرات البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية في أساسها عوائد واحتياطي ثابت لتلك البنوك. ويرى مراقبون أن ممارسات ميليشيا الحوثي دفعت بالعديد من المصانع والشركات إلى إغلاق مكاتبها بسبب الضرائب والإتاوات التي تفرضها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتردي الوضع الاقتصادي بشكل عام. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من كوالالمبور الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أرحب بك إذا سيد العوبلي. دعنا نتحدث بداية إلى أي مدى تقوم ميليشيات الحوثي بفرض عراقيل من خلال متابعتك أمام التجار، أمام الحركة الاقتصادية بشكل عام في مناطق سيطرتها؟ من أول يوم، أول شيء مساء الخير أخي وجيه. أهلا وسهلا. أول يوم بدأت الانقلاب نشرت سلطات الحوثي السطو على الأموال الموجودة في البنوك والمخصصة للاحتياطيات النقدية الخاصة بالبنوك والمؤسسات العامة، واستولت على قدر كبير من السيولة النقدية، الأمر الذي سبب في شح في السيولة النقدية الموجودة في السوق. وبعد ذلك عندما قامت الحكومة اليمنية بطباعة مزيد من أوراق البنكنوت، الأمر هذا أدى إلى تضخم مالي سبب تخفيض قيمة الريال اليمني وما حصل بعد ذلك. فكثير من الممارسات التي طبقتها الميليشيا، مثلا الجباية الجائرة للتجار وفرض ضرائب غير عادلة والقمص وما إلى ذلك ودفع الجبهات، وكل هذه الأشياء التي سببت في لنقل تطفيش الرأسمال والمستثمرين الموجودين داخل أو في مناطق سيطرة الانقلاب. هذه الممارسات سببت في هجرة كثير من رؤوس الأموال اليمنية، وأدت ما أدت إلى آثاره من تخفيض في مستوى السيولة النقدية في داخل
داخل المناطق التي سيطر عليها الانقلاب، وقلة الوظائف سبب هجرة الشركات، هجرة أصحاب الأعمال، وأدى كذلك إلى رفع قيمة السلع والخدمات بسبب المبالغ وبسبب الإحتواءات التي يفرضها الانقلاب. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد العبلي. أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب، الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني الخبر يتحدث على أن 30 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية يستنجدون بالحكومة لإخراجهم من صنعاء، وأن هناك محاولة كما يقول العميد عبد المجلي على أنه الشرعية تتواصل مع هؤلاء الذين تضعهم الميليشيا تحت الإقامة الجبرية، كيف تتابع كل ذلك؟ نعم أخي الكريم، طبعا ضاق التجار ورؤوس الأموال التجارية في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات الحوثية درعا بسياسات الجباية والرسوم الغير القانونية، وخاصة أولئك الذين محكومون على عملية الاستيراد، حيث تقوم الميليشيات بفرض الرسوم الجمركية عليهم داخل ميناء الحديدة مثلا، وتقوم عناصرها أيضا في مداخل المحافظات الأخرى بفرض جبايات أيضا جمركية، وبالتالي الكثير من تجار الأقمشة وتجار الخردوات هددوا بالتوقف عن الاستيراد، وطالبوا سلطة الأمر الواقع في المحافظات بالتدخل، لكن يبدو أن سياسة الميليشيات الحوثي مستمرة في عملية تفتيش رؤوس الأموال التجارية، وهي المتضرر الوحيد إضافة إلى المواطن العادي، أيضا متضرر لأن التاجر يظل يرفع الأسعار مقارنة بما يتم من استجراره من أو ابتزازه من أموال من قبل هذه الميليشيات. هناك قرابة 40 من رؤوس الأموال التجارية في محافظات صنعاء والحديدة وإب ودمار، فعلا هددوا في أكثر من مناسبة بالتوقف عن التجارة وتحويل أموالهم من الخارج إذا ما استمرت هذه الميليشيات في سياسة التفتيش، وطالبوا الحكومة الشرعية، وبعضهم تمكن من الفرار صراحة، والبعض الآخر ربما يكون على علاقة بالحكومة الشرعية، وربما يحاول مداراة هذه الميليشيات إلى أن يتم تحرير هذه المناطق من قبل قوات الجيش. هناك العديد صراحة من الشركات مثلا في محافظة الحديدة، هنا عندنا في المحافظة التي أتابع أخبارها وأصل إليها في عدد من التغطيات، يعني هناك العديد من الشركات أغلقت من قبل الميليشيات بسبب تجير الميليشيات انتماء هؤلاء رؤوس الأموال التجارية سواء للحكومة الشرعية أو للأحزاب السياسية، وبالتالي هناك عملية تفتيش متعمدة، وهذا ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن العادي. طيب هل هناك لديك يعني معلومات حول حجم يعني المتضررين، حجم هذه الشركات التي تضررت وأقفلت، إلى أي مدى يمثل ذلك تضررا للاقتصاد في اليمن عموما وفي الحديدة خصوصا؟ نعم، هناك شركات ملاحية سبق وأن هددت بالتوقف عن العمل إذا ما استمرت عملية الابتزاز يعني إيراداتها أو المواد التي تستوردها سواء كانت مواد خام أو مواد تحويلية أو غيرها من المنتجات الصناعية الأولية الخاصة بالمواد الكهربائية، المواد المنزلية، إضافة إلى الملابس وإلى الخردوات الأخرى التي يحتاجها المواطن العادي في منزله، وبالتالي هددوا حينها بعدم التوقف عن استيراد هذه المواد بسبب تعدد الجهات التي تمارس عملية الابتزاز أو طرد الجمارك و الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية، إضافة إلى وفر الحد كما حدث في صنعاء وفي دمار وفي إد، بأن أجبر بعض رؤوس الأموال التجارية إلى دفع رواتب لبعض عناصر الميليشيات الحوثية، وبضغوط كبيرة من قبل مشرفي هذه الميليشيات في هذه المحافظات وحتى المديريات. هناك شركات أغلقت وخاصة فيما يتعلق بالحديدة، فيما يتعلق
شركات تتعلق بقضايا الاستيراد وايضا بقضايا شركات الجانب الملاحي وايضا شركات تتعلق بالعقارات. توقفت حركه العقارات في محافظه الحديده وايضا كان هناك توسع في الجانب المعماري وفي الجانب افتتاح المدن، توقفت بسبب عمليه النهب والصب على مشتركات هذه الشركات، اضافه الى تضرر حتى شركات صينيه. وسبق للميليشيات ان نهبت العديد من السيارات من داخل كما حدث لشركه سبا من داخل ميناء الحديده، وهي السيارات التي كانت تتبع طبعا للشركه سبا وتم نهبها بالكامل. هناك ايضا ما يسمى بالسنتينات التي تحمل البضائع تم نهبها وتحويلها الى مكارس والى خنادق داخل مدينه الحديده. وكل شاهدت هذه الصور التي نهبتها الميليشيات من داخل ميناء وزعتها على مداخل. نعم سيد العوبل. نعم سيد الحطامي. طيب دعني أنتقل الآن في هذه النقطة إلى ضيفي الآخر السيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، يعني الحديث عن الجانب الاقتصادي يجب أن نتحدث عن أرقام، يجب أن نضع أرقام في سياق الحديث للتحليل هذه الظواهر وما شابه. عندما نتحدث عن تضرر الاقتصاد، هل هناك أرقام، هل هناك مراكز تدرس هذا الوضع الاقتصادي في البلاد؟ ما هي الإحصائيات المتعلقة بهذا الشكل عندما نتحدث على أن الميليشيات تستهدف يعني سهولة الحركة التجارية وما شابه، إلى أي مدى؟ ما هي الدلائل الرقمية حول ذلك؟ هل من معلومات تنشر بهذا الخصوص في المراكز المعنية بالشأن اليمني؟ طبعا في وضع مثل وضع الحرب وفي غياب الإحصائيات الرسمية والأرقام الصادرة من الجهات الحكومية، بنجد أن هناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة تمثل او تعبر عن الواقع. لكن في بعض الباحثين وبعض المختصين ممن ادلوا بدلوهم في هذا المجال، فسبق مثلا ان صرح الدكتور منير حسن سيف رئيس مؤسسه يمن كابيتال للتنميه والبحوث ان اكثر من 70% من الاستثمارات المحليه غادرت البلد منذ بدايه الازمه، والنسبه لا زالت في تصاعد و لا 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 تزال لا تزال هناك مزيد من الأموال تغادر البلد بشكل كامل. في بعضها ينتقلوا من مناطق الانقلاب إلى مناطق الشرعية، ولكن حتى مناطق الشرعية الظروف فيها غير مواتية وغير مناسبة للاستثمار، مما يسبب أو مما سبب هجرة الكثير من رؤوس الأموال من اليمن، لدرجة أن مثلا في منظمة يمنيو المهجر قالت أن الاستثمارات اليمنيين في الخارج تزيد عن 100 مليار دولار. يعني ربما هذه ال 100 مليار تكون موجودة مثلا في منطقة السعودية أو الخليج لوحدها. في عندك كمان المجلس الأعلى للجاليات اليمنية يقول أن رأس المال اليمني المهاجر لا يقل عن 200 مليار دولار. وفي أفريقيا مثلا في عندك زيادة في نسبة استثمارات رجال الأعمال اليمنيين، لدرجة أنها وصلت في مناطق شرق أفريقيا إلى ما يساوي أو ما يقارب من 10 إلى 12% من الاقتصاد الكلي في دول شرق أفريقيا، حيث يتمركز هؤلاء التجار في دول مثل كينيا، تنزانيا، وإثيوبيا، والصومال، وجيبوتي. فلنا نتخيل أخي وجيه لو عاد الوضع الأمني والسياسي للاستقرار، على الأقل في مناطق الخاضعة للشرعية أو المسيطرة عليها الشرعية، بحيث يتم فيها بسط الأمن وتحقيق سلطة القانون وتفعيل دور المؤسسات القضائية والأمنية. لنا نتخيل كم سيكون أو كيف ستكون الفائدة التي ستعم على اليمن واقتصادها بمجرد عودة ولو جزء من هذه الاستثمارات. طيب في هذا السياق سيد العوبلي، يعني هل يمكن في هذا السياق الحديث على أن إذا ما خرج أصحاب الأموال من مثلا من مناطق سيطرة الانقلابيين إلى مناطق سيطرة الشرعية واستثمروا هناك، بفرض أن الوضع الأمني والاستقرار قد تحقق في تلك المناطق سواء مأرب، حضرموت أو حتى عدن، هل يمكن أن يكون ذلك، أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، على الرغم بالأخير من أن تواجد النسبة الأكبر من الزخم
السكاني وربما الحركة التجارية أيضا يظل في مناطق سيطرة الانقلابيين. وخلق نموذج ناجح في مناطق سيطرة الشرعية سيؤدي بالسكان وبالتجار بشكل كامل إلى التحول أو الانتقال إلى المناطق الشرعية، لن يبقى في الوضع الطبيعي داخل مناطق سيطرة الانقلاب إلا تجار الانقلاب أو الناس التابعين لهم. فبالتأكيد أن حدوث أو تكوين أو خلق مناخ استثماري مشجع في مناطق الشرعية سيؤدي بكل تأكيد إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام ورفع مستوى تدفق النقدية، وبالتالي كذلك خلق مزيد من الوظائف ورفع القدرة الشرائية للناس، وكذلك توفير كمية أكثر من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تخفيض أسعارها. فهذا الوضع لو حصل سيكون له آثار الإيجابية حتى ولو بقيت جزء أو نسبة كبيرة من السكان داخل أو تحت مناطق سيطرة الحوثي. وعشان نكون واضحين، لو حبينا نعمل مقارنة بين مناطق الحوثي ومناطق الشرعية سنجد أن ربما يكون أفضل بالنسبة للمستثمر أن يتواجد في مناطق سيطرة الانقلاب على علاتها وعلى مشاكلها وعلى الجباية الحاصلة وكل المشاكل الموجودة. فالمستثمر اليمني أصبح بين نارين، بين أن يختار جحيم مناطق الشرعية أو نار مناطق الانقلاب، وهو يختار أقلهما حرارة. وهذه النقطة أود أن أسأل فيها، نعم دعني أنقلها إلى ضيفي الآخر سيد الحطامي من مأرب، لماذا برأيك إلى الآن يعني الأموال، حجم الأموال كبيرة الذي يتحدث عنه السيد عبد الواحد العوبري، يتحدث عن 100 مليار دولار يمتلكها يمنيون في الخارج في منطقة الخليج على الأقل حسب المجلس الأعلى للجالية اليمنية، 200 مليار دولار حجم الاستثمارات اليمنية في الخارج، أرقام مهولة هذه. لماذا لم ينجح إلى الآن نموذج المناطق المحررة في إعطاء الثقة، ونحن نعلم أن رأس المال كما يطلق عليه رأس المال دائما جماد، لماذا لم يعني يعطى رؤوس الأموال الثقة إلى الآن في أن يستثمروا في المناطق المحررة برأيك سيد الحطامي؟ نعم، المناطق المحررة للأسف الشديد لا يوجد استقرار بسبب تعدد الجهات التي تحاول التأثير على الحكومة الشرعية من دول التحالف العربي، ووجود كيانات وأجندة خارج نطاق الشرعية، وهذا ما يعزز عدم ثقة التاجر للخروج إلى مناطق الشرعية ما لم تغير الحكومة الشرعية من سياستها بدعم قوات التحالف وترسخ قيم الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون كانوا مواطنين عامة أو رؤوس أموال تجارية، رأس الأموال التجارية، رأس المال أو أصحاب رؤوس الأموال التجارية عادة يخافون على أموالهم من أن تتبدد في مناطق النزاع، وبالتالي يضطرون إلى الفرار بها إلى مناطق آمنة. وللأسف لم تتوفر حتى هذه اللحظة مناطق آمنة. صحيح هناك مثلا في بعض مناطق محافظة مأرب، محافظة حضرموت، الناس كانوا يتطلعون أيضا أن يسروا بأموالهم باتجاه مدينة عدن التي تشهد يعني اختلالات أمنية كبيرة اختلالات أمنية وبنيوية كبيرة تتعلق بهيكلة الدولة وتدخل مراكز النفوذ وكيانات خارج نطاق الدولة، وهذا صراحة يخيف رؤوس الأموال التجارية، ويجب على الحكومة الشرعية أن ترسي دعائم الدولة في المناطق المحررة ليشعر المواطن العادي ومن ضمنهم أيضا رؤوس الأموال التجارية لأن أموالهم على قدر كبير من الحماية، ورفض الحكومة الشرعية بالكثير من الإيرادات نتيجة الاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن، عبر ميناء نسوان، عبر ميناء المكلا، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية أن تؤسس لدولة شرعية يتطلع إليها اليمنيون. أما في مناطق بعد أن يئس رؤوس الأموال التجارية
من الواقع المر الذي عايشوه، ويعني أرقهم كثيرا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وعندما أرادوا الذهاب إلى المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لم يجدوا صراحة بيئة عظيمة لرؤوس الأموال التجارية، وبالتالي هناك تخوف، وهذا التخوف اعتقادي مبرر بالنسبة لرؤوس الأموال التجارية. أشكرك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا على الهاتف من المأرب. بعودة أخيرة إليك سيد العوبلي، الآن في هذا السياق يعني عند الحديث عن إعطاء ضمانات، عند الحديث عن المستقبل أيضا، هل يمكن القول أنه بمجرد انتهاء يعني الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلد بأن هذه الأرقام يعني حجم رؤوس الأموال الذي تحدثت عنه في الخارج سيعود، أم أننا سنكون إزاء اقتصاد مختلف تماما، إزاء مستثمرين مختلفين تماما؟ بكل تأكيد بمجرد أن تحكم الشرعية السيطرة على أراضيها وينتهي وضع الحرب الحالي، لأنه أنت بتتكلم عن وضع حرب بتفرض فيه قيود من الجميع، الجميع بيفرض ضرائب، الجميع بيفرض جمارك، أنت بتجمرك في ميناء عدن وبتدخل في مناطق الانقلاب وتجمرك مرة ثانية، وغير كذا في عرقلة لمثلا تدفق الأموال، التحويلات المالية عليها قيود سواء من سلطات الانقلاب أو حتى من التحالف العربي المؤيد للشرعية. فكل هذه القيود بمجرد أن تختفي أو تنتهي سيأخذ المستثمر راحته، ويقدر أنه ينقل أمواله بكل بساطة من خارج اليمن إلى داخل اليمن، بحكم أن اليمن بطبيعته من زمان مش من اليوم مليء بالفرص الاستثمارية، والعائد الاستثماري الموجود سيكون مجزي جدا مقارنة بالمناطق الأخرى التي تشبعت من الاستثمارات وأصبحت العوائد الاستثمارية فيها أقل. بمجرد حصول وضع أمني جيد وتفعيل سلطة القانون، هذا شيء مهم جدا، أن يجد التاجر أو المستثمر قانون يحميه وقضاء ينصفه وبنى تحتية، يعني احنا كمان حنحتاج وقت عشان نوجد للتاجر بنى تحتية يقدر يشتغل على أساسها. لازم قبل أن نفكر بعودة الاستثمار الأجنبي لازم نأمن له كهرباء، لازم نأمن له طريق، لازم نأمن له شبكة اتصالات وإنترنت يتواءم مع متطلبات المرحلة وإمكانيات الاستثمار التي يحتاجها والموارد الاستثمار التي يحتاجها التجار وأصحاب المصانع وأصحاب حتى المنشآت الصغيرة. فلو حصل هذا كامل الوضع سيكون جيد جدا، وسيتمكن رأس المال اليمني المقترب في الخارج الذي يتطلع لأي لحظة لذلك التاريخ الذي يتمكن فيه من العودة إلى وطنه والاستثمار فيه وتحقيق أكبر استفادة أكبر من هذه رؤوس الأموال. أشكرك إذن الباحث في الشأن الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.